مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذا الحوار الخاص الذي سنسعد فيه باستضافة اللاعب السابق لنادي وفاق سيف، المدرب الذي أنهى هذا الموسم على رأس العارضة الفنية لنادي وفاق الامتلاء، رضا بندريس ضيفنا في هذا العدد. مرحبا بك في البداية رضا، نشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لكل مشاهدين قناة الهدف بمناسبة رمضان، يعني الشهر الكريم، يعني نتقدموا بحال تهاني لكل الأمة الإسلامية، نقول لهم رمضان كريم وإن شاء الله ربي يتقبل صلاتنا وقيامنا ودعائنا إن شاء الله. رضا، يعني التجربة نهاية الموسم كانت بإنقاذ وفاق الامتلاء من السقوط، يعني تحدثنا على هذه التجربة وكيفاش كانت، وختامها كان مسك يعني بإنقاذ هذا الفريق من النزول. الحمد لله رب العالمين. أول شيء نشكر الله عز وجل على التوفيق تاعنا إن شاء الله. الحمد لله يعني قدرنا ننقذوا الفريق ما كانت المهمه، يعني ما نقولوش شبه مستحيله، ما كانت صعبه كثير نظرا للظروف اللي كان يعيشها الفريق، يعني بعد التحاقي بالفريق يعني في تقريبا في بدايه مرحله العوده، يعني كانت الظروف جد صعبه، يعني خاصه من الناحيه الفنيه. عمل جبار قامت به الاداره، والاداره الجديده اللي جات قبلي يعني قبل اسبوعين، وذلك يعني ارجع لجميع اللاعبين يعني يعني تسديد اجورهم، مما جعل اللاعبين يرجعون للفريق. نظن بلي هذه هي الحوافز اللي كانت حفزتني واعطتني رغبه اني نكون في الفريق، في فريق وفاق مسيلة، وكان عندي يعني امل كبير انه الفريق ننقذه. الحمد لله، يعني واش نقول لك، رغم الظروف الصعبه هذيك اللي كنا فيها عشنا فيها، خاصه ان الفريق يعني اغلب اللاعبين او نقول جل اللاعبين كانوا غادروا الفريق قبل 3 اشهر، يعني كانوا 3 اشهر بدون تدريب. يعني لما انا يعني جيت الفريق جديد ورجعوا اللاعبين، كانت المهمه تاعي صعبه، وين يعني كنت نبحث على يعني تحضير اللاعبين، اعاده تحضيرهم من الجانب البدني. في نفس الوقت يعني ما كان عندي الوقت، لانه كان الفريق في مرحله منافسه، كل مقابله عندك، كل اسبوع عندك مقابله ومقابلات مصيريه، يعني يكون الفريق كان بثمن نقاط، ما يخفلكش الفريق كان بثمن نقاط، لو كنا نخسروا اي مقابله يعني خاصه داخل ميداننا كنا نخرج من السباق تاع البقاء. الحمد لله يعني قدرنا كيما نقولوا نديروا لهم برنامج وين يعني نرفعوا لهم من المستوى البدني تاعهم، في نفس الوقت نجهزوهم للمقابلات في نهايه كل اسبوع، في نفس الوقت يعني نحافظوا على سلامه اللاعبين من الاصابات، لانه كانوا في راحه كبيره، يعني بعد رجوعهم للتدريبات يصروا هذيك التمزقات العضليه. يعني الحمد لله قدرنا نحافظوا، كان في تجانس يعني في العمل تاعنا وكنا نخموا البعيد. الحمد لله يعني في الاخير الحمد لله فريق ضمن بقاءه، وفرحنا الجمهور المسيلي كله الحمد لله.